السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة أو في حصة جديدة تعليمية دائما مع دروس النشاط العلمي للمستوى الثاني. اليوم سوف نواصل دائما موضوع مظاهر الحياة عند النبات مع موضوع جديد وهو تنوع أوراق النباتات. تنوع أوراق النباتات، إذا كما ترون أمامكم أعزائي فإنه لدي هنا العديد من الأوراق. هذه الأوراق طبعا يعني تعرفون جميعا بأن هناك أشكال متنوعة من النباتات التي طبعا تنتج أوراقا مختلفة. هذه الأوراق سنحاول أن نوزعها على حسب هذه البطاقات الموجودة أمامنا. يعني هذه البطاقات كما ترون كل بطاقة موجود عليها شيء. إذا بالنسبة للبطاقة الأولى مكتوب عليها ورقة واحدة، يعني الأوراق المكونة من ورقة واحدة يعني أضعها بجانب هذه البطاقة. البطاقة الثانية فيها عدة أوراق، إذا أعتذر، البطاقة الثانية هي ورقة واحدة فيها فصوص أي فيها أقسام، يعني هي ورقة واحدة ولكن فيها بعض الأقسام أو مقسمة أو مفصصة، واضح. بالنسبة للبطاقة الثالثة هي تكون ورقة أو عدة أوراق وعدة فصوص، يعني الأوراق المكونة من عدة أوراق وعدة فصوص سنضعها بجانب هذه البطاقة. اتفقنا الآن؟ إذا سأبدأ مع البطاقة الأولى، وسوف نحاول أن نوزع هذه الأوراق. إذا كما ترون نلاحظ مثلا هذه الورقة فهي عبارة عن ورقة واحدة، يعني هي ورقة واحدة، إذا سنضعها بجانب ورقة واحدة. إذا لاحظنا أيضا هذه الورقة هي أيضا مجرد ورقة واحدة عادية جدا، أضعها أيضا بجانب ورقة واحدة. لننظر أيضا إلى هذه الورقة، إذا تجدونها أيضا عبارة عن ورقة واحدة. إذا لاحظوا معي جيدا هذه الورقة، إذا هي صحيح أنها ورقة واحدة، يعني لاحظوا خرجت من مكان عبارة عن ورقة واحدة، لكن سوف تلاحظون بأن هذه الورقة مقسمة إلى أقسام. إذا عندنا قسم الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، إذا هذه الورقة فهي مقسمة إلى عدة أقسام رغم أنها ورقة واحدة. إذا سوف أضعها بجانب البطاقة الثانية، ورقة واحدة فيها فصوص، يعني هذه الورقة فيها فصوص، علي أن أضعها بجانب هذه الورقة. أنتقل إلى هذه الورقة أيضا، إذا كما تلاحظون معي ستلاحظون أيضا أنها خرجت من هذه الساق، يعني عبارة عن ورقة واحدة فقط، ولكن هذه الورقة أيضا مقسمة فيها عدة فصوص أو فيها عدة أقسام. إذا تلاحظون 1 2 3 4، إذا هي ورقة فيها عدة فصوص، إذا سأضعها بجانب الورقة هذه، واضح؟ أذهب إلى هذه، إذا لاحظوا معي جيدا هذه الورقة ستجدون أنها تخرج من ساق واحدة، ولكن عندما تخرج الورقة من الساق تلك الورقة نفسها تخرج منها أوراق أخرى صغيرة. إذا هذه فيها عدة أوراق وعدة فصوص أيضا، واضح. إذا هذه فهي ورقة مفصلة، يعني فيها فصوص وهي أيضا فيها أقسام، يعني مقسمة إلى عدة أقسام وإلى عدة فصوص، وكذلك فيها يعني الكثير من الفروع، يعني ليست كالورقة الأولى أو كالورقة الثانية فهي مختلفة عنهما قليلا، واضح. الآن سأنتقل إلى هذه الورقة، لاحظوا معي أيضا نفس الشيء، يعني ورقة فيها الكثير من الأقسام والكثير أيضا. إذا لاحظوا ها هي الساق الأساسية، ولكن تخرج منها سيقان أخرى صغيرة، يعني لا نجد فقط ساقا واحدة، إنما هناك سيقان وفروع صغيرة جدا تخرج منها أوراق أخرى. إذا ترون بأنها
فيها الكثير من التشعبات، ليست ورقة كالأولى والثانية. إذن أضعها بجانب البطاقة الثالثة. أنتقل إلى هذه الأوراق، ورقة الكزبرة مثلا، إذن تشبه إلى حد كبير الورقة الثالثة. إذا لاحظوا معي، هذه هي الساق الأساسية أو الرئيسية، ولكن تخرج منها فروع، وذلك الفرع أيضا، يعني هذه الأوراق مقسمة إلى عدة فصوص. إذا لاحظوا جيدا الفصوص، 1، 2، 3، يعني هناك عدة فصوص في الورقة الواحدة، إضافة إلى أنها تخرج من ساق واحدة. أضعها بجانب البطاقة الثالثة. ثم بقيت عندي هذه الورقة أيضا، تلاحظون أيضا بأنها ورقة فيها فصوص. عندما نديرها هكذا في الوراء نرى أنها فيها الكثير من الفصوص أو الأقسام. إذا نحسبها 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، يعني هذه ورقة فيها 7 فصوص. أضعها بجانب البطاقة الثانية. ثم هناك أيضا هذه الورقة، إذا لاحظتموها جيدا فهي ورقة واحدة، يعني ليس فيها أي تعقيد، ورقة واحدة. أضعها بجانب البطاقة الأولى، ونفس الشيء أيضا بالنسبة لهذه الورقة، فهي أيضا فيها ورقة واحدة فقط، ليس فيها أي تعقيد. إذا كما ترون لدينا 3 أنواع من الأوراق. النوع الأول هو الذي فيه الورقة تكون ورقة واحدة فقط، يعني عادة هذه الأوراق كما تلاحظون تكون نلساء من الجوانب، يعني مظهرها يكون جذاب أكثر، يعني تكون بسيطة جدا ليس فيها أي تعقيدات. بالنسبة للنوع الثاني تجدونها ورقة واحدة، يعني فيها غير واحد الورقة، ولكنها مقسمة إلى عدة أقسام، يعني تجدون بأن فيها أقساما هكذا في الجوانب، تجدون فيها عدة أقسام. تلاحظوا كلها فيها أقسام من هنا، يعني كل ورقة تختلف عن الأخرى ولكن تتشارك كلها في شيء واحد، وهي أن فيها أقساما عدة. أما بالنسبة للنوع الثالث تجدون بأنها مركبة، يعني فيها كثير من الأوراق، فيها ساق وتخرج من تلك الساق سيقان أخرى، وتخرج من تلك السيقان أوراق أخرى. إذا هذه هي الشيء الذي تشترك فيه كل هذه الأنواع الثلاثة الأخيرة، يعني في البطاقة الأخيرة. إذا بالنسبة للأوراق التي هي عبارة عن أوراق بسيطة كهذه، يعني هذه ليس فيها أي تعقيد، فهي أوراق نسميها، يعني فيها غير ورقة واحدة، هذه نسميها ورقة بسيطة. هذا النوع الأول يسمى الأوراق البسيطة. إذا لاحظوا جيدا الأوراق البسيطة فهي يعني ليس فيها أي تعقيد، فهي بسيطة جدا. بالنسبة للنوع الثاني كما قلت هو النوع الذي نجد فيه الكثير من الأقسام، قد نجد فيه 3، 4، 5 أقسام، يعني على حسب النبتة وعلى حسب الورقة. هذا النوع يسمى الورقة المفصصة. الورقة المفصصة لأن فيها فصوصا، يعني فيها العديد من الفصوص أو فيها العديد من الأقسام، نسميها الورقة المفصصة. هذه وهذا النوع الثاني. ثم بالنسبة للنوع الثالث الذي فيه عدة أوراق وعدة فصوص، إذا هذا النوع هذا الثالث فنسميه أوراقا مركبة، لأن فيها أو معقدة، نسميها أوراق مركبة أو أوراق معقدة، لأنه كما تلاحظون معي فيها الساق الأساسية ولكن فيها سيقان أخرى صغيرة، وتلك السيقان أيضا تخرج منها أوراق أخرى. إذا هذه تسمى أوراقا مركبة. النوع الثاني يسمى أوراقا مفصصة، هذا النوع من الأوراق يسمى أوراقا مفصصة، وهذا النوع من الأوراق يسمى أوراقا بسيطة. إذن الأوراق البسيطة مثلا شجرة الزيتون، يعني مثل شجرة اللوز مثلا، شجرة الخروب، يعني هذه كلها تنتج أوراق بسيطة كما ترون، فهي أوراق جميلة وبسيطة جدا. بالنسبة للأوراق المفصصة، يعني مثل شجرة التين مثلا،
شجرات التين أو حتى شجرة العطرشية أو العطرة، يعني تنتج أوراقا هكذا مفصصة فيها فصوص. ثم هناك مثل شجرة مثل الكزبرة أو نبات الكزبرة، نراه فيه أوراق تكون مركبة كما ترون، لأن الساق الواحدة تخرج فيها فصوص وأيضا أوراق أخرى، إذا هذا كيتسمى أوراق مركبة. إذا عموما مما رأيناه في درس اليوم، فإننا نستنتج بأن أوراق أو أن هناك في الطبيعة ثلاثة أنواع من أوراق النبات، إما أن تكون أوراقا بسيطة، أو تكون أوراقا مفصصة، أو تكون أوراقا مركبة. إذا عموما الخلاصة التي يمكننا أن نخرج بها في درسنا اليوم هي: تتنوع أوراق النباتات، فمنها أوراق بسيطة أو أوراق مفصصة أو أوراق مركبة. إذا قلنا أوراق بسيطة مثل ورقة الزيتون، شجرة الزيتون، أو ورقة شجرة كذلك اللوز. أوراق مفصصة مثل ورقة شجرة التين كما قلنا، أو ورقة العطرشية. ثم أوراق مركبة مثل ورقة الكزبرة، أو أوراق كهذه النبتة مثلا، أو كهذه أيضا، يعني أوراق تكون متعددة ومتنوعة، يعني مركبة. إذا الآن ننتقل أعزائي الأطفال إلى إنجاز نشاط استثماري أو نشاط بسيط، لكي تتحققوا من أنكم قد فهمتم الدرس. إذا النشاط هو على الشكل التالي: إذا أضع مكان النقاط بسيطة مركبة مفصصة. نعيد: أضع مكان النقط بسيطة مركبة مفصصة. إذن الكلمات التي ستضعون أو الجمل التي ستضعون مكانها هي: الكزبرة ورقتها، النعناع ورقته، القرفس ورقته. إذن كان هذا هو نشاط اليوم. أتمنى من الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم من درس اليوم، وأن تنجزوا النشاط أيضا. استودعكم الله، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.